السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دنوں بعد آپ تمام کا استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل پر. اور آج 15 اگست ہے, یوم آزادی کا دن ہے, 75 یوم آزادی ہے ہماری. تو اس دن کی آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آج انشاءاللہ ہمارے 4th برانچ کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے. آج شام میں 5 بجے اوپننگ ہوں گی. تو یہ ہماری 4th برانچ ہے, اس کی آج انشاءاللہ اوپننگ ہوں گی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. إلا حمصنا في بلاحكم عفونا, إلا سجينا كبيرا بلاحكم عفونا, لنكو جالمي أبدا نجمي كي بلاحكم عفونا, جان بوشكت كي بوشير بي بلاحكم عفونا, إلا حمصنا فابن إقاد ہے, إلا حمالي دماغ كي تسدائي فرما, إلا حمالي حال بطر رحم فرما, إلا اتقان بركت نظر فرما, أبي بجيد آئي بائي اوپن جسے سے اللہ حفاظت فرما, شدید لوگوں کی شرار سے حفاظت فرما, محاسدین کا شر سے حفاظت فرما, ظالم و ظلم سے حفاظت فرما, نظر بس سے حفاظت فرما, اللہ خوب برکت نازل فرما, اللہ خوب برکت نازل فرما, کام کرنے والے عملے کو اللہ صحیح تنقید کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت نصیب فرما, اللہ ہماری دعا کو تو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان علمه البيان, الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان, والسماء رفعها ووضع الميزان, ألا تطغوا في الميزان, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان, والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام, والحب ذو العصف والريحان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار, وخلق الجان من مارج مبين.